الحمد لله على السلامة، أهلا وسهلا. شلون الولاد؟ كتير انصدموا وتضايقوا طبعا، ليكن قاعدين فوق. صار جديد بقصة مراد بيك؟ عم يقولوا انه مات يا مريم، عم يقولوا انه جسمه انتفخ وازرار القميص انخلعت. والله ما عم بستوعب كيف بدي اقول للولاد انه ابوهم توفى. كيف بدي اقول لهم وانا مو مصدقه؟ فتون خانهم لازم تخبريهم، يعني على الاقل لازم يعرفوا شو صار مع ابوهم. اذا خبيتي عليهم رح تكوني بموقف صعب كثير. دادا مريم، مين يلي رن الجرس من شوي؟ يلا ماما، الحمد لله على سلامتكم. اخ يا بنتي. مامي اجيتي؟ لا تزعلي، الله يوفقك. بالحقيقة نحن زعلنا كتير وبكينا، بس البابا رح يصلح كل شيء. ماما، بابا وينه؟ هو هلأ بالشركة. دادا مريم، ماما شو بكون سكتوا؟ بابا تعرض لحادث قوي. قلتي حادث؟ يعني حادث سيارة؟ وينه البابا هلا؟ طمنينا، هو وين؟ بهالفتي مركب بالنهر صار الحادث. هو هلا منيح ما هيك؟ ايه اكيد رح يتحسن. ليش تركتيه هنيك بالضيعة؟ نحن بدنا نحاكي. انا كمان بدي احكي مع بابا. فتون خانم، بدي اياكي بكلمة عن اذنكم. شو عم تعملي فتون خانم؟ كيف قلتي لهم انه عم يتحسن؟ اكيد هيك عم تعطيهم أمل على الفاضي للولاد. لسه لهلا جوزك ما لاقوه. كيف بدي اقول لهم يا مريم؟ كيف بدي اطلع بعيون الولاد واقول لهم ابوكم مات؟ بس كمان ما بيصير تقولي لهم هيك. سمعت يا ابو موت، البابا ما حيجي مره تانية. انا برايي تقولي لهم الحقيقه احسن شيء. البابا مات، البابا صار مع الملائكه. هيك الصدمة حتكون قوية عليهم. شو بدي ساوي؟ ما عارفة أنا. شو كنت عم تحكي قبل شوي؟ أنا ما حكيت شي، بس كنت عم أحكي مع أرنبي. البابا صار له شي؟ مو قلت إنه مات؟ من وين عم تخترع هالكلام؟ يلا قلي، إذا فورا ما حكيت رح موت لك إياه. أنا ما اخترعت شي، الماما قالت إنه البابا مات والله. هاتي شبكم، شو عم بيصير؟ كذبتي علينا، مو على اساس رح يتحسن. البابا هلا ميت. ماما مزبوط الحكي اللي عم تقوله. خبيت عليكم بس ما قدرت احكي. البابا ما بيصير يموت هيك، مو معقول. عم تفهمي؟ مو معقول. عايدة بعدي عني، اتركيني. بعدي عني، اتركيني. Oh, my God.
فتون خانم لا تعملي هيك بترجاكي. إذا عملتي هيك مين بده يواسي الأولاد ويخفف عنهم؟ جواد شو عم بيساوي؟ أخيراً قدر ينام. ما حكى ولا كلمة ابنه من الصدمة، ما عم يقدر يحكي. اهدي شوي فتون. لو تعرف يا خلدون قد ايه انا هلا محتاجة إلك. وينهن هلا؟ فوق عند عايدة. لو سمحتي من بعد إذنك أنا بدي أمشي. ليش بدك تتركينا مريم؟ إذا تركتيني أنا شو بدي أعمل؟ فتون خانم لا تفهميني غلط، أنا ما عم بحكي للمح لموضوع المصاري، بس صار لي فترة راتبي ما عم باخده. أنا عرفت إنه في مشكلة صغيرة بس ما توقعت إنه الأمور واصلة لهون. بترجاكي تعذريني. ما أخذتي راتبك إلك فترة؟ شلون كنت عايشة بهالبيت وما لي خبر بشي؟ ليكني اجيت، انا واقف على الباب. كيفك حياتي؟ خلصت شغلي واجيت فورا، طمنيني شوفي. خلدون بترجاك لو سمحت لا تزود همي، خليني هلا عنك.